إخواني الأعزاء أخواتي الكرام، أولاً أنا أستطيع أن ألقي كلمتي إلى حضراتكم باللغة العربية أو الفارسية، ولكن أحببت أن أتكلم باللغة الكردية لمحاضركاني سلبياني أمرمانا هندي لبجدار بوان لكاتي بيشكش كردني محاضركاني أنا باسيان لهندي تحديات كان كرد كروبري جهاني إسلام ومسلمانان ببيته وبتايبتي لدواي شري داعش يكيك لو آماجانا يكيك لو تحدياتانا كباسيان كرد تحدياتي كردو أكرادو كردكان بويا من بواجبي سرشاني خون زاني وك كردي كي آما دبو بريوبري كنالك لكنالكاني أندام لجمعي عام لاتحاد الراديو والتلفزيون الإسلامي كان كما وي هالصالة إما أندام كيا منيش لو باري وصبكم بتايبتي بو أويكا أو الرند كينوا كقلي كرد لكردستان العراق هرجيز نائب والنابية مترسي لسر جهاني إسلام وبلكو كاتي خوي ولا غابر دوا أيني بيروزي إسلامي بأرزو من دانا ورقتوا بلا دبي هم لا يقزان قلي كرد وك هل قلي فيك خوي دورة لسر أرزي خوي بروسي كردوا وطموحه ما بس بهش خايف هيش جلبي كمية وانا يزوم مستمليش لا يكا بل عن ديوه او ما فيك خواهي قورا بهر قليكي داوه لسر ارزو خايف خوي ازادانه وسر بستانه بجي دياره قلي كرديش ببيع اوه كستمليش لا يكا ديوه ازادانه وسر بخوانه برغيار لسر آين دي خوي بدار بو ايما جديد سر سلمانه بداخوه برايان مان بتايباتي برايان عرب مان بوده ترسن اگر گلی کرد کیانی که هبو اسرائیلی دوام درده چه بو پیناسی ناکن به فلسطینی دوام ایستش گلی کرد بشه که لمقاومه پیویز ناکن ایو بترسن لوی که روبروی مقاومه بیتوا گلی کرد لکردستان عراقا بدرجایی زیادتر لهزار کیلومتر لخانقین و تازاقو پیشمگکانی گلی کردستان روبروی جماعتی تروریستی داعش بونه توا لروبری داعش تا استا زیاد لهزار و سیاست شهید مانه تا او کاتی که حقی خوی پی بدره ولا عراقا نبیه تا حولاتی درجه دو ولا حکومت عراقا بجده بیه گمان کردیانا بیه توا بلا مگر ستمی لیکرا او پی موایا هیچ کسی استم قبول ناکه گلی کردی جو کور گلی که که دیوی لسر خاک و آیو خوی با ازادانه بجی هیوادارن برایان من لعراقی نیا او ما فهمان پی بدن که ایمیش بریا لسر چارا نسی خوما دین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله تعالی و برکاته.